هنيدي النهارده منورنا ونجاح ساحق لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا، اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج، كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور، فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي، هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره، بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا في جزء تاني، بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب، وهو نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل؟ ان شاء الله. اشمعنى؟ مسلسل هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي براح يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع، فاهماني، شخصيات اكتر، وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير، احنا بنقول للناس كده، لكن هو اسم، هو كان جريء شويه، جربناه على الناس، في ناس انبسطت وناس استغربت، ولكن الناس استوعبته الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود، بنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي الحقيقه يا جماعه، حقيقي جامد. شكرا. ميرسي، برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج وائل احسان، اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله يبارك. طيب لو سألتك محمد هنيدي إيه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا، كل ممثل له مميزات، ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما أنا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهاردة، والعرض الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. بشكر جدا المخرج وائل إحسان، واستنونا أكيد وعروض خاصة تانية، وعروض خاصة جدا جدا، والنهاردة كنا مع فيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ موجود يا فندم، الاستاذ يوسف معطي. يا جو، ازيك يا حبيبي، وحشني. التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه؟ تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك. وكده يا معلم ان عملناها ثلاثه، الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا، توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده؟ ثانية. يا استاذ يوسف، استاذ بقفل. يوسف معاطي المتهم الأول. المتهم الأول؟ خير يا فندم، في إيه؟ إحنا شرطة الأجزاء. شرطة إيه؟ الأجزاء. أنا مش فاهم حاجة، يعني إيه شرطة أجزاء؟ بعدين، اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ في إيه؟ امشي. إيه يا جودة اللي بيحصل؟ يا أستاذ أقول لك محامي؟ تقومني محامي وأنا حرامي فراخ يا جودة، كلم النقابة. حاضر. امشي. إيه ده؟ فندم فيها يا فندم، مش فاهم حاجة. بعدين امشي. يا نهار اسود يا جماعة، أنا ممثل مش إرهابي. قدامي. امشي. إيه الأوفر ده يا فندم؟ أنا ابتديت أخاف. أنا قلت قدامي يعني قدامي. امشي. أمشي أروح فين؟ إيه ده؟ لا سوري يا حضرة الظابط، لو تكرمت، أنا بس مش فاهم أنا هنا بعمل إيه؟ إيه المكان ده؟ اخرس، أنت لسه شفت حاجة؟ قدامي. هشوف ليه يا فندم حاجة؟ أنا راجل ممثل وليه نقابة، وبعدين أنا ما غلطتش في التمثيل، كل اللي قلته أنا الأستاذ شعبان مبروك أبو العالمين حمودي، يعني ما غلطتش في حد. وسألت قالوا لي إن هنا قسم الأجزاء، يعني إيه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء. ليه يا فندم؟ بعدين. لا مش بعدين، أستاذ إسماعيل ياسين عمل أجزاء ما حدش كلمه يا امشي. حاضر. أنا مستغرب بصراحة. ايه ده يا استاذ صلاح السعداني، صورته هنا ليه؟ ايه ده، انتوا قابضين عليه يا فندم؟ يا نهار اسود. استاذ صلاح سلامتك، انا عرفت، انا فهمت، يمكن عشان حضرتك عملت ليالي الحلميه ثلاث اجزاء. طب ما الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك، ما قبضوش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح، ده موضوع عجيب. كان عامل ثلاث اجزاء اهو. بعدين. انا بس بعدين. يعني بحاول افهم، انا مش ما... حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده؟ الاستاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، استاذ نور حضرتك ماسكينك ليه؟ فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد. صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملته كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى، صح ولا؟ انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ انت هتتجنن. بعدين. هتتجنن يا فندم، حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي؟ طب حد يتصل باشرف عباقي. الله، لا كلموا لي اشرف عباقي يا جماعه. خش. ايه ده؟ ارحموني. يا ساتر يا رب. انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم. ده الاستاذ محمود المليجي. بريء. لا.
انا مظلوم، انا بريء. عم حسن حسني طبعا يا ريس، ما انت ما شاء الله عملت اجزاء كتير، لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. حاضر. يا خبر ابيض، الاستاذ غسان مطر. سلامتك يا استاذ غسان. انت مين؟ انت مش عارفني يا ريس؟ انا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم امير البحار. الله، يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا تروى على الاخر. الف سلام عليك يا ريس، سلامتك. طب وجابينك ليه انت اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء؟ جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه، ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا. قضيت كافتيريا؟ كافتيريا، قضيت كافتيريا. كنت اعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف. اسقيهم وطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاته بالبندق واجوستين سباكس. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي ايه ده، ايه ده، دي اموال الدوله وانت ما دفعتش يا ريس؟ لا، ما حسبتش البوفيه. معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحة، الجماعة عندهم حق، يعني فيلم إنتاج الدولة ماشي، بس ما تقعدش أنت تعمل فيه أبو علي وتعزم محمد عوض. إزاي؟ ما أنا عزمتك أنت. أنت عزمتني، عملت معاك فيلم أمير البحار، ما جبتليش فنجان قهوة. يا راجل، أنا اللي طعميتك في القهوة. أنت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر أتعاطف معاك يا عم غسان. أنا آسف. يا سجان، يا سجان. هتعمل إيه؟ همشي وأسيبك، أنا اتخنقت، أنا فاكر مظلوم. يا راجل صلي على النبي. خدني من هنا وعمل لي فيها فييس قوي، ولا جبت لنا شاي في الفيلم. يلا يا راجل بره. والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم. هنيدي، سلم لي على إلهام شهيد، قول لهم يرحموني. أهلا 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 بفنان. الله يخليك. أهلا وسهلا. إزي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك. اتفضل. شكرا يا فندم. لا لا والله، اتفضل على كرسيك. لا ما يصحش يا فندم. لا لا، ازاي؟ اتفضل اتفضل. متشكر. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل اقعد. والله يخليني اقعد. اتفضل اقعد. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخضر على كل جاسوس متآمر، تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي. ايه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط، هنستعبط من اولها يا فندم. مفيش استعبط ولا حاجة، بس يعني انا طول حياتي ما عرفتش واحد اسمه شعبان. اخ منكم انتوا يا فنانين. اخ، هتكذب عليا؟ عايز تفهمني انك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لان واضح ان حضرتك عندك معلومات شخصية عني اكتر مني. طب يا سيدي، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، ولا اقول كمان؟ ايوه يا فندم، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، دي شخصية اتكتبت وانا مثلتها. ايه الموضوع يعني؟ بس كده ضابط ساذج. انا ساذج عشان اصدقك واكتب الكلام ده كله في المحضر؟ لا يا فندم العفو، انا ما قلتش كده، بس بصراحه يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده اوفر كده. ده يعني في ايه؟ انا مثلت شخصيه، ايه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ اشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان اشتغلك يا فندم العفو. انا ما قلتش كده ولا اقدر اقول كده، انا تحت امر حضرتك. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ تقديمك للشخصيه دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعاله في مسرحية. يا فندم حضرتك لازم تعرف إن ده مش قراري أنا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم، بالعكس ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين، عابسين، لاهين، القصد منه خلخلة السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم، أنا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وأنا شيل شيلة ليه أصلاً؟ وإيه الموضوع؟ قريت جرايد بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف مهاتي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟
شعبان أبو العالمين حمودة تأليف هنيدي، ووضعت اسمي مجاملة. لا أنا ما صدقش إن أستاذ يوسف يقول كده. حلو ماشي. طب إيه بقى رأيك في الفيديو ده؟ اللي أنا بحبهم يعني. أيوة إيه؟ هنيدي اتمسك. يعني أنا بصراحة في الفترة الأخيرة ما حبيتش أشتغل مع هنيدي شوية، يعني هو برضو تحس ان كده في تقل، في مشاكل يعني حاصله بيننا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني ان انا حتى رفضت الفيلم الاخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك ابو حموده ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معاه يعني. فالحمد لله يعني. بصراحه انا حتى كمان قابلت النجمه محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان، قلت له اوعى اياك والاجزاء، لان الاجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الاذاعه، يعني مش ممكن فيلم ومسلسل، لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا. وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلميه للداري لكده النسا، لا فكره بجد سيئه جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، ادمت قوي. كفايه ولا نقول كمان؟ لا كفايه يا فندم، رغم اللي انا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للادانه. لا ارتهب ذكاء، بس انا عندي قفله في الموضوع. ايه رايك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تاليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفايه يا فندم كفايه، ارجوك كفايه، متشكر قوي. يمكن الحاجه الوحيده اللي حصلت في المحنه دي ان انا عرفت الزملاء كويس، متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت ورا اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء لحضرتك. انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك، ويا ريت تكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبعوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري. لا مفيش حاجه، انا عايز اروح بعد اذن حضرتك، انا واضح ان انا مجهد. شكرا على كل حاجه. شكرا يا فندم، شكرا، ربنا يخليك. فرصه سعيده يا فندم. شكرا. انا اسعد. الله يخليك. يا ريت بعد اذنك. تحت امرك. طلب اخوي. امر بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الاحمر. اتفضل يا فندم، اتفضل، ربنا يحفظها، اجيب لها كرتونه ان شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. اختها ابتهال بتحب تكتب الواجب بالقلم الازرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد اذن حضرتك. شكرا. طب مفيش حاجه ليا؟ حاجه زي ايه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت امر حضرتك، بس تصدق انت راجل محترم، انا هديك حاجه غاليه عليا جدا. لا لا يا فندم، والله والله لا تلبسها، ارجوك ارجوك. شكرا جدا. شكرا. سلام عليكم. واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال. مين الشطوره بقى اللي هتعرف تعمل الحركه ديت؟ هايل 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 سمبولاغا، طول عمرك بلد موهوب فنان قدام السلطان. طول عمرك وفي سمبولاغا، حضرت طلبيه الجواري الجديده لمولانا السلطان سليمان؟ موجودين وانا بدربهم بنفسي. موزز بلا؟ موزز موزز. اوه موزز. تشكرات سمبولاغا، تشكرات. تشكرات سلطان، تشكرات. يلا، واحد هوب يمين، واحد هوب شمال، يلا واحد فك شوي، يلا 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 يلا. دستور السلطان سليمان المعظم. بعتهم الأربعة على الأوضة. لو تكرمتم، أنا عايز أقعد مع السلطانة الأم والحريم الأربعة بتوعي، والباقي برا برا. سليمان ابني الغالي، مالك؟
شكلك كده خدت قرار الحرب. بقولك ايه يا سلطانة، سيبك بقى من قرار الحرب والقوامطة الكدابة دي. فين ال 400 دولار بتوعي؟ 400 دولار؟ 400 دولار بتوع ايه؟ 400 دولار بتوع ايه؟ انا بحذرك يا سلطانة تلعبي الجيم ده معايا. الله، انت نسيت نفسك يا سليمان، انا السلطانة الام وانا السلطان المعظم، وممكن اعزلك، اقسم بالله اقلعك السولجان والتاج وارميك تنضف الحريم زي زمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي مخليك متأكد كده؟ هقولك ايه اللي مخليني متأكد. فاكرة من 13 يوم اما كنت راكب الحصان بالأمارة خدت مني 700 دولار، حصل ولا لا؟ حصل حصل سليمان حبيبي. افتكرت افتكرت 700 دولار، ايوه، بس انا رجعتهم لك. خانك ذكائك يا سلطانة، رجعتي 300 بس يا حلوة، وقصري عشان ما اتكلمش في اللي بالي بالك. لا بقى، ها، اتكلم في اللي بالي بالك. ها، التاج اللي على راسك يا قطة. هي حصلت التاج؟ أيوة، التاج ده مكتوب في الميراث بتاعي أنا. التاج ده يا سليمان أبوك كاتبهولي في القايمة، هو والسجاجين. والله؟ طيب، أنا هتغاضى كسلطان على كل التفاهات دي، بس في حاجة لا يمكن أسكت عليها، شريط الترامادول 225 اللي في درج التسريحة كان فيه 4 حبيات، اتاخد 2، وأنا شايفك ما شاء الله بتحركي في القصر ولا بنت 17، حلال عليكي، اديني الحبيتين اللي فاضلين، أديكي شايفة جرمع الحريم اللي لسه رايح على الأوضة. ولا تتجنن. ابراهيم باشا، ابراهيم باشا. يا ابراهيم باشا، بتدهيلي ابراهيم حسن؟ اعمل اللي تعملوه. بقول لكم ايه، اقسم بالله اقلع لكم مالته واعمل لكم فضيحه واولع لكم في القصر ده. خلي بالك يا سلطانه، اوعوا تكونوا فاكريني خرنج، لا، انا سبونج بوب واصفر كمون يا سلطانه، وده لوني على فكره. ابراهيم باشا، هنعمل ايه؟ ده بيقول أنا مش خرنج، سبونج بوب وأصفر كموني، وأنا قبل ما نام في حاجات لازم أعملها. ده احنا نلمله ونخلص. أنا ما معيش في البوك بتاعي غير 15 دولار، وأنا بتاع 30 شايلهم في القفة، كنت أعمل حسابي لليوم ده، هتصرف. دكم معانا يا حبايب، يلا يا أبلة، ما تعدهمش، سيبيهم ببركتهم حبيبي. يلا يا حبايب، يلا يا أبلة، يلا يا أبلة، يلا يا قمر، مكمرهم في الكم دي. القمر ده سكر وعسل، حلاوة حلاوة. بعد إذن حريم السلطان يتفضلوا على الأوض. مولاي، ولا تزعل نفسك. لا يا حبيبي، طالما حقي معايا ما بزعلش. سلامة. مية مية، أنا مخنوق، عايز أشم هوا. يلا يا مدحت، هات برتقانة يا مدحت، أشرها لي يا مدحت. اسحوا. كانوا فاكرين هيقلبوني، بس أنا طلعت ابن أصول. طول عمرك أصيل ابن أصل. لعلمك، كان ممكن أشكها محضر وبهدلها، بس أنا بتبع مكارم الأخلاق. طول عمرك كريم ابن كرمة. أنا مش فاهم بيبصولي إزاي، مع إني صايع عديم وهم عارفين. طول عمرك صايع ابن صايع. تنبل. معلش يا مولاي، معلش معلش. Здравствуйте, мой дорогой король. Угощайтесь, пожалуйста. Это на хрустике мы вместе с мамой готовили. Это с изюмом. خد منها البقسماط وخلصني. ايه الرغي ده؟ انا فضيلك. ايه القرف ده؟ امشي. ايه اللي جرى للحراملك؟ ايه اللي جراله؟ انت ما شفتش حراملك يا سنبل قبل كده. الحراملك كان ايام ابويا الله يرحمه. سيبك بقى من المناظر دي والاحجام دي. لا 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 لا، انا كنت بمشي مع ابويا الله يرحمه وانا امير صغير كده، هنا في الكوريدور ده كنا بندوس على النسوان. بندوس دوس ايام.
أيام. سلطان قلبي. أيام حبيبة الروح. اللبن مولاي. لتاني يوم بتعرضي عليا اللبن يا هيام، وانت عارفة ان عندي اسهال. ماشي في القصر في وسط الناس بسهل بسهل، اعمل ايه عشان افهمك؟ ده ليه معنى واحد، ان انت ما بقيتيش مركزة مع السلطان المعظم وليك اهداف اخرى. بس ده مش موضوعنا. بعدين دي البتاع اللي في ايدك ده، ورا ورا يا سنبل خطوتين ورا. ايه يا هيام؟ افندم مولاي. يا فندم ايه، انت داخله بتتدحلبي هتنيميني يعني؟ انت بتستهبلي يا وليه؟ انا مش كذا مره مكلمك ما تطلقيش صدرك كده في رايحه جايه في القصر، قلت لك في زفت رجاله وفي ناس. ايه يا وليه، انت متجوزك وافير ولا ايه؟ ما تفوقي والراجل عمال يقول لك دستور دستور. حسي حسي بقى ولميهم بدل ما احرمك منهم. اتفضلي. بقول لك ايه، هجي لك بعد ربع ساعه. ويام استغفر الله العظيم. مش مبسوط. صباح الخير يا مولاي. اهلا. اتفضل الشاي يا مولاي. البنت دي جابينها منين؟ من زكستان. يلا يا بنت، خد يا بنت، تعالي تعالي هنا، انا مش عايزها، مش عايز بنت كده تحس. عارف هقول ايه؟ انا عايز ابدلها، اروح للامير اشرف في القصر الشرقي اديها له وخليه يبعت لي بدلها نهى. يلا. حاضر. الزهق ده، انا عندي فراغ يا سنبل، مبقاش عندي حاجه غير ان اقعد السله واقعد اعمل خواتم لحد ما كرهت الخواتم. مش عارف هأجرهم بقى ولا هعمل ايه، ماتيريال كتير قوي باخده من السلطان على الخواتم. فراغ فراغ، حاجه تجيب الضغط. دوا الضغط يا مولاي. هما بيطلعوا منين دول؟ خد منها دوا الضغط. انت مين يا حلو؟ انا زوجتك يا مولاي. زوجتي؟ انت هتستهبلي ولا انت لقيتي الحريم مرطرطه وقلت العب اللعبه؟ جوزتك امتى؟ شهر 6 اللي فات يا مولاي. كدابه، شهر 6 اللي فات كنت في معسكر ابو قير قعدت اسبوعين. قصدك اخر 6. برضه كدابه، اخر 6 اتجوزت ام احمد الزنجيه. لا، الزنجيه دي كانت شهر 7 يا مولاي. اسره عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ فاكرك فاكرك يا سنبل، ورا ورا عشان سنبل. فاكرك كنا في الخيمه اللي في الاخر صح؟ ايوه يا مولاي. لما قشرنا على ناس فاكره؟ طبعا يا مولاي. شوفت صوت فاكره لما شفت انت رابطه هنا على رجلك ايه ولا لا؟ رابطه خنجر ليه يا حلوه في رجلك؟ شايله لمين الخنجر؟ هتقتليني ولا تقتل امي؟ انا اسفه. طلعي الخنجر، طلعي الخنجر. ارجوك سامحني يا مولاي. سنبل. ايوه. شلح الولاده دي وهات الخنجر. يا خاينه يا وضيعه، كله مؤامرات كله مؤامرات. انا هوريك. سامحني يا مولاي. اسامحك ايه وانت شايله لي خنجر وماشيه بيه في وسط القصر؟ ارجوك يا مولاي. ما في، انزل يا ابني هات. اسمع انت رايح فين يا ابني، رايح فين؟ هات شايله لي انا خنجر. هات، كشفت لعبتك الوضيعه، امسك فرمان طلع يطلع ليها دلوقتي وتتذبح هي واهلها واللي بيعرفوا اهلها. يلا بلاش قرف. خيانه يا النساء يا النساء. انت زفت يا سنبل. ايوه. روح قول للهوانم اللي قاعدين في الحرام لك اكل وشرب على قفايا، اللي ما خرجوش يستقبلوني في الكوريدور ويترموا عليا ويبوسوا في لبسي، بكره الصبح هتتقطع رجليهم وتتعلق على باب القصر. وروح للسلطان هيام، قول لها السلطان المعظم جاي لك بعد 10 دقايق، خليها تظبط اللازم. يا ملت بختك يا هيام، يا حظك الاسود يا هيام. هيام إثارة الحب، تبكي ايه؟ ما تعشتيش ولا ايه؟ مالك؟ ما فيش يا مولاي. لا 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 لا، اكيد فيه يا هيام. لازم تتاكدي ان انت دونا عن ال 84 ست اللي انا متجوزهم، انت سبيشال كيس. بجد يا مولانا؟ انا سبيشال كيس؟ شور. انت عندك امكانيات يا بنتي خطيره جدا، اوبشنز خطير. انت حنينه كمان يا هيام. انا لما بنام على صدرك يا هيام بحس ان انا نايم على سرير بدورين. قولي لي ليه البكا؟ امك يا مولانا. امك يا مولاي؟ اسمها امك؟ ما علينا، مالها امي؟ امك يا مولاي بتتعمد كل يوم الصبح تتاخر في الحمام وتسيبني بره يا مولاي محصوره. محصوره؟ ايه المستوى ده؟ احنا في مراحيض عموميه هنا، ايه محصوره دي؟ وبعدين ما انت اللي بتستهبلي، انت سايبه ال 200 الف حمام اللي في القصر وجايه عند حمام امي؟
سليمان أمي تعمل هناك إيه؟ أبداً يا سلطانة، قاعد مع مراتي في أوضة النوم. قاعد مع مراتك في أوضة النوم بتعملوا إيه؟ إيه يا اتمنعت اليومين دول ولا إيه؟ اتمنع إيه يا ولد؟ إن الراجل يقعد مع مراته في أوضة النوم؟ لأ، بس هيام دي بالذات أنا أرشى ملحتها ما بتنزلش من زور. بقولك إيه يا أم السلطان؟ اقعدي يا اختي افري وهري كده في نفسك على طول. انا يا اختي فول اوبشن مش تجميع محلي. يا واد انت يا فابريكا يا حلو. هيام ما تنسيش انها السلطانه الام. بقول لك ايه يا سليمان، اسكت انت ما تتدخلش. حاضر. انت قاعده هناك وبتردحي لي يا بنت انتي. يا امي مش للدرجه دي، لو تكرمتي اهدي شويه. اخرس. حاضر. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ يا معصعصة يا خنفسة يا قردة يا منسنسة. بقولك ايه يا حبيبتي، ما يغركيش يا اختي عينيا زرقا دول ولا شعري الاصفر. انا يا عينيا خالصة ومخلصة ودارسة ومدرسة. بعدين انت واقف معاكو ترميسة ولا ايه؟ ما تلموها بقى. وديني لانا مربياكي. تربي مين يا اختي؟ حلوة. اديها يا امي، اديها اديها بالشمشب. ايوه ما تضربي بالشمشب اللي انت ماسكاه ده، انت مزهرتي ليه يا بنت الهبله؟ ايه ده اديها بضهرها. امي عندها دس. لا مش هتحن على تيفه حبيبك يا بدريه. حبيبك هيكم؟ لا ده كده كتير يا بدريه، بقالك فتره قافله مني. لحد امتى؟ لحد ما تتنيل تبطل الهباب اللي انت بتضربه ده. يا راجل يا مفتري، بص لنفسك في المرايه، مش شايف منظرك بقى عامل ازاي؟ ماله منظري وماله يا اختي؟ منظري دوت من اهمالك، انت اللي وصلتيني لكده يا بدريه. لعلمك انا ما بستحماش بالجمعه لاجل ما ريحتك تفضل فيا وشماها. بحبك يا بدريه، بحبك. يا توفيق، ده انت عايش في وهم. يا نهار اسود، اغنيها له دي ولا ايه؟ يا راجل ده كل الناس عارفه انك انت مدمن. يا مدمن ما تقوليش كده، انا مش مدمن. مش عشان بضرب فول حراتي كتير ابقى مدمن. انت فاهمه غلط الكلام ده. في الكوسه، في الطماطم، الحراتي عايز لي بتاع 10 فدادين عشان اوصل للادمان يا بدريه. لا مدمن فول حراتي، وكل الناس عارفه واقولهم اخواتك. اخواتي؟ اخواتي عارفين وبيقولوا عني كده؟ وانت ايه اللي دخلك بينك وبين اخواتي؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيتي انا جايبك منين يا بت؟ ده انت كنت بتلعبي قرود انت وابوك وامك على محطه القطر. يا بدريه يا شيتا وجبتك عيشتك في حديقه الخالدين. احمدي ربنا على النعمه واسحي نفسك يا بدريه، اسحي وفوقي. ها وبعدين اخواتي اللي انت فرحانه بيهم دول، انا المخ المدبر. انا زمان قبل ما ربنا يبليني بالفول حراتي كنت بضرب حرنكش، وانا اللي كنت بعمل المشاريع وهم اللي ينفذوها. يا بدريه شلي ينفذوها يا اخويا، ينفذوها. انت بتذلني يا راجل، بتذلني باللي انت معيشني فيه. نهار اسود، انزل لي كده اشتغل بدل ما انت قاعد في حضني زي الوزه. لا انت كده زودتيها قوي. لا بدريه انا مش وزه، انت عارفه ان انا اسد ومش اي اسد، انا عصب. انا عصب يا بدريه، انا عصب يا بدريه. عصب ايه ده الحقيني فلاه يا بدريه، الحقيني فلاه. يلا يا بتاع الحبايه. لا الفلاه فيها ثلاث حبات، هاتي واحده بس يا بدريه، هاتي واحده. ابوس ايدك. طب اقول لك، قولي لي فول حراتي في ودني، قولي لي في ودني فول حراتي. قول حراتي. ربنا يخليك ليا يا بدر. احنا اجتمعنا النهارده يا اخوانا لان انا واخويا الحاج محمد وزوج شقيقتي قررنا بصفتنا اعضاء مجلس اداره المؤسسه إننا نفتتح خط ونشاط جديد للمؤسسة بجانب نشاط التجارة في المواشي واللحوم. الله 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 يا حاج أحمد. قوم يا محمد، قوم. كل لحمة ومشاريع من ورايا. أنا الكبير هنا وأنا اللي هي الكلمة العليا. يا أهلاً وسهلاً يا حاج، يا خطوة عزيزة. إيه خطوة عزيزة دي؟ جايلك من بورسعيد أنا ولا ضيف أنا في المؤسسة يا حاج أحمد؟ أنت بتصغر لي ليه يا محمد؟ ما تستهدى بالله يا حاج توفيق، مالك داخل علينا كده متزرزر؟
لا مش زرزر ولا مش زرزر واتكلم معايا عادل. انا اخوك الكبير ما تنفش ليش كتافك يا محمد. انا بقول اهو. طب لو سمحتوا يا جماعه سيبونا دلوقتي لوحدنا بعد اذنكم. ثانيه واحده اقعدوا. انا اللي اقولها. لو سمحتوا يا جماعه سيبونا شويه لوحدنا. ايوه كده. جرى ايه يا حاج؟ هي بدريه فاعتنا زر من بتوعها ولا ايه؟ جرى يا حاج احمد بابا اسمها الست بدريه دي مراتي وتتكلم عليها باحترام. ما تفورش دم يا حاج احمد. لسه بتضرب الفول الحراتي ده برضو يا حاج؟ ولا بطال واخده مسلوق ومشوي. ليك شوف في حاجه ولا مالكش؟ انا المشاريع دي كلها هلغيها. ايه راي الساده الحاضرين؟ مين؟ ايه الناس كلها خرجت يا حاج توفيق؟ برضو يردوا عليا يا حاج احمد. هدي انت بس اعصابك كده وانا جايب لك حاجه زي الفل اورجانيك. مين وحيد القرن ده؟ ده جوز اختك يا حاج. جوز هو انت جوزت اختي من ورايا يا حاج احمد؟ وانا مت خلاص يا حاج احمد. فول حراتي. ماشي من النهارده كل اللي في المؤسسه انا اللي هديره. خلاص يلا وحيد القرن عايزك بكلمتين. يلا بينا. يلا يا حاج. انت مزعلني يا محمد وبتنفش لي كتافك وبتصغرني. الله 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 اهدى يا حاج. اهو ما اهداش انا اخوك وربنا كله وادنك يا محمد. خلاص يا حاج هدي نفسك. ما يستاهلش. خلاص يا حاج انت بتاخد البنيه من غير رد فعل. خلاص واثق في نفسك قوي. بديله بالبوكس وبيزلي دماغ. ماشي مؤاخذه يا حاج كانت هتيجي فيك وانت اخويا الكبير. الكبير ايه يا حاج؟ انت نسيت ولا ايه؟ انت الكبير. هو انا الكبير؟ ايوه. يبقى هضربك يا حاج. مش كده يا حاج؟ هضربكم كلكم يا حاج. انت بتصغرني ليه يا محمد؟ يا محمد ما ده بيفور لي. معلش طيب دور على طاقيتك بقى. خلاص يا حاج اخوك الصغير. معلش اتفضل يا حاج. ايه دي عربيتك؟ يا حاج. هو انت بتسرقنا في الشغل ولا ايه؟ اعوذ بالله يا حاج انا عمري عملت كده. امال جبت الفلوس دي منين؟ ايه ده دي عربيتك؟ كله من خيرك يا حاج. اضحك عليا. اتفضل يا حاج. ماشي. بكره نعرف كل حاجه. بالسلامه بقى. بالسلامه انت. سلام. بركة حلت على العربيه والله يا حاج. حلوه السقف ده. هو انت مرتشي ولا ماشي بما يرضي الله؟ اعوذ بالله يا حاج ده لحم اكتفي من خيرك يا حاج. الف مبروك. بقول لك ما عكش فولتين حداتي عشان الطريق. يا حاج انت كده تقلت قوي يا حاج. ما انت لسه واخد جوه يا حاج. اعمل ايه؟ طب خلاص ما يطارت. ما انتوا عصبتوني في الاجتماع. بس انا معايا حاجه تانية يا حاج ما اعرفش تنفعك ولا لا. ما معاك ايه؟ شويه حشيش كده حشائش. لا 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 ده بيتعبني. التاني فيه مدغ. انت مش فاهمك انت في الفول الحراتي. بقول لك ايه وانت ايه؟ انا جوز اختك يا حاج. صح كنت شحات ومش لاقي تاكل ونظفناك ودخلناك العيله. فاكر ولا لا؟ انا مش جاحد وعمري ما انسى يا حاج. دي فيها كاكالاكس. يا حاج اهو ما انت دوست عليه خلاص. دي فيها كاكالاكس. كاكالاكس اهو. شكلك بتسرقنا عربيه بكالاكس. بس رايك ايه يا حاج؟ اعوذ بالله. ما علينا. انا عايزك في حاجتين مهمين وفتح مخك معايا. امر يا حاج. اول حاجه تقول لي منين بتستورد الفول الحراتي الاورجانيك. لا يا حاج من غير ما نستورده احنا نزرعه في ارضنا وحط في بطنك بطيخه صيفي ويطلع اورجانيك. ويطلع اورجانيك وزي الفل كمان. طب الحاجه الثانيه دي فيها كالاكس. براحتك يا حاج. اهو كالاكس. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه يا حاج؟ انا عمري عملت كده يا حاج. ايه العربيه اللي بكالاكس دي؟ ايه دي؟ طب ركز في اللي انا هقوله لك. معلش انا عارف انها غريبه شويه. في خبر لو طلع بره ههدبحك.
أنا بقالي 27 سنة بكتب دراسة جدوى لمشروع هينقل شركات نادينا نقلة نوعية. أؤمر يا حج. يعني إيه نقلة نوعية يا حج؟ ما أنت جاهل وإحنا دخلناك عيلتنا. نقلة نوعية لشركاتنا وكتبت كل دراسة الجدوى ومفيش مخلوق أراها. امسك، شاف علبة الكبريت دي؟ دي علبة كبريت يا حاج. هتفتحها تشيل العيدان ترميها هتلاقي مكتوب جوه كل تفاصيل المشروع في العلبة دي. في العلبة دي. وماله؟ اوعى اوعى تضيع منك ولا تولع وتحرق المشروع. لا ما تخافش، في الحفظ والصون يا حاج. دي فيها كلاكس. اه فيها كلاكس، ما انت دوست عليه 100 مرة. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا ولا ايه؟ لا مش مرتشي يا حاج. ما انت جايب عربية بكلاكس يا حاج. ما هو كله من خيرك. طب ما معاكش فولية كده ولا كده؟ يا حاج انت خدت كتير قوي النهاردة، كده مش هينفع. طب شوف لي حبة ترمس اهدى بيهم شوية. لا يا حاج مفيش. انت بتاكل على الله، انت رخم قوي وقعد في عربيتي ليه؟ من غير ما تقول يا حاج. انا كنت ماشي من غير ما تقول. يلا يا تخين الحرامي. يا تخينه فشله. سلام يا حاج. يا تخينه فشله. يا تخينه فشله اللي جوزناك اختي في 60 داهيه. علبه الكبريت فين؟ علبه الكبريت فين؟ خد الواد التخين ومشي وسابني. من هولع بايه؟ وانا اديتها له ليه؟ دي فيها كلاكس. وانت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه؟ جايبه عربيه بكلاكس كله هيتعب. يا ترى ايه المفاجأة اللي هتقدموها في مشروعكم الجديد؟ في الحقيقة مشروعنا بيعتمد على 3 خطوات. بدريان على الهواء على قناة السنابل الزراعية، عشان تبقى تقول انا ما بعملش حاجة. دي قولي بقى لحبايبك وجيرانك وكل الناس. انا هقدم لكم، هنطلق النهاردة مع اخواتي طبعا مشروع هيفيد الفقير ويفيد الغني جدا. ما معكش فوليتين يا حاج؟ ما يصحش قدام الناس يا حاج. تعبان. فول حراتي. فول حراتي. حلو فول حراتي كده. اوفر دوز. اتعب يا حاج، اتعب. شكرا. المشروع اللي هيفيد الفقير والغني ببساطه وهيعمل رواج رهيب ان شاء الله، ان كل واحد يسلم ملابسه الداخليه ياخد جلابيه. فقولوا لكل معارفكم يجمعوا الملابس عشان ياخدوا كم من. اتفضل يا حاج. اتفضلوا يا فندم. اتفضلوا حضراتكم اقلعوا في المبوله بتاعه القهوه، واخويا هياخد منكم البول، هياخد منكم الملابس من القهوه. اتفضلوا. يا مرديان يا عيله الخير، اجدع ناس وكرامكم خير. يا مرديان يا عيله الخير، اجدع ناس وكرامكم خير. متشكرين ان شاء الله. لو في وقت برنامجي التقي بيكم تاني. بسطة بدرية. ومن الجدير بالذكر أن هناك قضية نصب دولية، وصدر قرار بالقبض على الأخوين أحمد وتوفيق المرديان بسبب تورطهما في قضية سرقة الملابس الداخلية لعدد كبير من المواطنين، ولم يتم تسليم الجلاليب في الموعد المحدد لها. أما الضحايا فقد قاموا بتقديم بلاغات لاسترداد بكراتهم. سيب اللي انت بتحببه ده وتعالى بص شوف مكتوب فيه ايه في الجرايد. انا مش فايق لك يا بدريه. بتعمل ايه يا توفيق؟ بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بدور على فول حراتي. انبسطتي؟ نهار اسود ومنيل يا اخي، حرام عليك. هو انت ايه يا راجل؟ جبله؟ انت جبله؟ انت جبله؟ يا توفيق، توفيق ناس عايزه فلوسها. يا تديهم فلوسهم يا تديهم هدومهم. كله راح يا بدرية. كله راح يا بدرية. فلوسنا كلها راحت فين؟ راحت في ده يا بدرية. راحت هنا. يعني احنا معناش فلوس خالص؟ لا ما دي فلوس يا بدرية. بس دوري على حاجة مليان. مفيش يا بدرية. يا نهار اسود. اللي هي يا راجل تخسر ما تربح. اللي هي ما تلاقيش ولا حباية فول واحدة. يا رب وريني في يوم. إله يا رب يحوجه كفاية زي ما حوجني. كفاية إله يا رب يحوجه زي ما حوجني. كفاية ولا إله ولا حبايب.
نهار اسود. ايوه بركة توفيق. ايه يا كنت ولا ايه؟ مش عارف. ايه المصيبة دي؟ دي مصيبة ولا ايه؟ سامعني؟ خلاص؟ خلصت؟ انت طب اعمل لك ايه؟ هنا ايه يا هقول لك اهو. ايه فول حريتي فول حريتي فول حريتي. لا اعمل ايه؟ انت اتشليت؟ ايه فول حريتي فول اعمل لك سنة شايل لك واحده شايل لك واحده اهي 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 كلها خلاص ما بيعملش حاجه. انت مت طب ايه؟ دي عليا وعلى ستين مرتبه.